مشاهدينا اهلا بحضراتكم في يوم جديد وتغطيه جديده وفقره جديده من مهرجان اسوان الدولي لسينما المراه على شاشه قناه 10. الراعي الاعلامي للمهرجان بيشرفنا ان يكون معانا النهارده المخرجه الاستاذه سوسن دروزه. اهلا بحضرتك استاذه سوسن، وحضرتك كمان رئيس مهرجان الكرامه بالاردن. اهلا باهل الاردن كلهم منورين اسوان، اهلا بيكي. ويمكن في البدايه عايز اسال حضرتك عن دي اول مره حضرتك تشاركي فيها في مهرجان اسوان. هي اول مره في اسوان، طبعا شاركت يعني بمهرجانات اخرى كثيرة. مصريه، بس اول مره بيكون في هاي الفرصه المهمه انه مهرجان امراه، جميع النساء الموجودين المهمات اللي كانوا في حياتنا صحيح موجودات وعم بيتكرموا، فبالنسبه لي يعني مشاركه مهمه جدا. يعني نقدر نقول ان اكتر حاجه جذبت حضرتك انك تشاركي السنه دي في مهرجان اسوان هو التخصص بتاعه. الحقيقه نحن السنه بمهرجان كرامه الدوره العاشره كان الموضوع الاساسي والثيم هو انت لست وحدك، فكان كله متخصص هذه دوره المراه تكريما للمراه العامله خلف الكاميرا وامام الكاميرا وانجازات النساء يلي صلن بيناضلوا من خلال الفيلم ومن خلال الشاشات. إلى أي مدى حضرتك بتشوفي اهتمام الدول العربية بإقامة مهرجانات متخصصة للمرأة والسينما المرأة بشكل خاص؟ يمكن متعودين دايما أن المجال السينمائي هو كان مجال يعتبر صعب على المرأة وبعيد، وكنا دايما نشوف العنصر النسائي مش موجود بكثرة جوه هذا المجال. بتشوفي أهمية ده إزاي دلوقتي؟ هلأ هو طبعا مهم جدا، لأنه هذا بيعمل كسر كمان لتنمية المرأة سواء بصورتها على الشاشات، على الشاشات العربية، وبالقصص وبالمحتوى اللي عم فيها جدا تنميط لصورة المرأة، رغم انه المرأة اجتازت هاي المرحلة وتفوقت يعني كعنصر اساسي بالمجتمع. هو مهم جدا. انا طبعا بفضل انه ما يكون في فصل، بس واضح انه لما بيكون في مهرجان متخصص بيبقى تركيز اكثر وبيبقى في دفع أعلى لأنه يصير في مناقشة لقضايا المرأة بطريقة جادة أكثر. صحيح. خليني أسأل حضرتك، يعني إلى الآن يمكن من أول يوم في فعاليات المهرجان وشفنا لمسة كانت رائعة وهي تكريم نجمتين من أجيال مختلفة، تشوفي الموضوع ده إزاي؟ وأيضا فيما يخص تكريم النجوم خلف الكاميرات. هلأ شوفي، نجوم خلف الكاميرات، يعني مثلا أنا التقيت بالصدفة بالسيدة نوال واكتشفت انه هي اللي بتعمل الجينيريك اللي نحن تربينا عليه، التترات اللي تربينا عليها. التقيت كمان بالست صفاء الليثي، يعني اللي هي كمان من اهم الناقدات. طبعا انه نشوف حدا باهميه السيده الممثله الرائعه النجمه محسنه توفيق، انه تكون هي يعني نحن تربينا على صحيح. على نوع تمثيلها وعلى على صوتها وعلى طريقه حكيها، يعني مهم جدا طبعا انه يصير تكريم، وخاصه هالنساء كانما هن جنديات مجهولات خلف الكاميرا. خليني اسال حضرتك برضو عن وجود مهرجانات خارج العاصمه، دايما متعودين المهرجان يبقى في العاصمه، كنا بنتكلم على مصر يبقى في القاهره الاردن وهكذا، ان احنا نبدا نعمل مهرجانات في يعني محافظات مختلفه، ده يعني تاثيره واثره في المواطنين بقى او في جمهور هذه المحافظه بيبقى عامل ازاي؟ وايضا فيما يخص تاثيره على النجوم. شوفي الحقيقة أنه أنك تطلعي من قلب العاصمة، يعني خاصة هالخمس سنين الأخيرات، هو مهم جدا، لأنك أنت عم بتربي جمهور جديد، عم بتقولي للجمهور أنه أنتوا كمان في لكم دور، أنتوا جمهور تفاعلي مهم حتى لو ما كنتوا بس سكان العاصمة. يعني نحن بمهرجان كرامة في الأردن وفي كرامة بيروت وكرامة تونس وكرامة غزة، يعني في عنا المهرجان الرئيسي في العاصمة طبعا مع افتتاح كبير، لكن دائما في محافظتين وجهتين نحن نتوجه لهم. وأثبتت هاي التجربة أنه بتربي جمهور أكبر وبتعطي فرص أنه هذا الجمهور ممكن يتخصص بالسينما، ممكن يتحرك نحو السينما، يعني فبالعكس فرصة مهمة جدا. وجود المهرجانات يعني بكثرة إلى أي مدى بيساعد على صناعة السينما يعني يحسن من المجال بشكل عام؟ وهل فعلا هو بيعمل كده ولا الموضوع بيبقى صوري يعني مش عايز أقول كده الحقيقة. لا هو مش صوري، هو شوفي هو بيفكر الواحد إنه ممكن
كثرة المهرجانات هي عبارة بس عن احتفالات. صحيح. هو الحقيقة المهرجان بلاتفورم مهمة جدا جدا للمخرجين والمخرجات والمنتجات وكل أصحاب الصناعات اللي بيعملوا أنهم يرجعوا يلتقوا مع بعض، يجددوا علاقاتهم، يشوفوا شو في احتمالات لإنتاجات جديدة. طبعا كثرة المهرجانات اللي ليس لها مستوى. صحيح. شو ثاني نحن عم نحكي عن مهرجانات متأصلة ومهمة وإلى مستوى وكبيرة وبتجمع وبتسأل أسئلة وفيها ندوات نقدية. يعني نحن اليوم عم نشوف مهرجان مهم جدا يعني بالندوات وبالمناقشات، في طبعا الاجتماعات للصناعة ورش عمل، ندوات، معرض، المعارض. يعني في جهد واضح إنه هذا التخصص وكيف شكل المهرجان عم يعمل لقاءات. الحقيقة نحن عملنا لقاءات يساعد دائما على صناعة السينما بشكل عام. أي أكتر الفعاليات اللي لفتت انجذاب حضرتك، وهل في أفلام معينة ليكي تعليق عليها؟ الحقيقة أنا فيلم الافتتاح لفريدا كالو كتير عجبني، مع أنه هو فيلم كتير تأملي. صحيح. لكن جميل جدا، إخراج المخرجة عشتار كاسريكا، عشتار ياسين مهمة كانت، عشتار ياسين نوارة فيلم لذيذ ومهم جدا. أيه. مع منى شلبي اللي كمان تكرمت. فيلم هلأ كنت ناوي يروح أحضر الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفاف، ما قدرت أحضره معلش، يلا برجع إن شاء الله بنشوف بركي قدرنا نحضر شيء منه. في الأفلام القصيرة لذيذة، في الأفلام اللي بقلب المسابقة، في بعض الأفلام المصرية عجبتني كتير. في فيلم سيتي بوم، هولي بوم فيلم جريكي. كمان فيلم انترستينج. يعني في بعض الأفلام كتير مهمة، بس كمان نحن اللي لفت نظري الحقيقة الندوات والصناعة ورشة صناعة، يعني اللقاءات. يعني إيه أكتر ندوة لفتت نظر حضرتك؟ أنا عجبني الندوة النوت مع عزة كامل. الحقيقة مبارح كان في جمهور رائع، اجوا كل الصبايا من الجامعات وصاروا يسمعوا عن فكرة، عن كل تاريخ المرأة بالسينما المصرية تحديدا وبالسينما العربية. كان لقاء منتدى نوت اعتقد بيبقى فيه كمان طرح لقضايا المرأة بشكل عام. حلو كان وكتير مهم، وانا حسيتهم عم بيسمعوا هيك بشغف، يعني كان حلو. المعرض جميل جدا. حقيقي. جدا معرض جداً. انا بخير اطمئنه، انا بخير اطمئنه، وبعدين اسمه كمان حلو كتير لذيذ وهيك، يعني بتفوتي عن جد بتحسي انه هالسيدات اللي هالقد تاريخهم، مع طبعا هند رستم يعني والفستان الجميل ونحن اتصورنا جنبها، ويعني قصة. لا المعرض كمان لافت جدا. جميل. خلينا ارجع لحضرتك، يمكن حضرتك اشرتي دلوقتي لوجود الصبايا والناس بتوع اسوان واهل وجمهور اسوان الجميل، اذا كنا بنتكلم في بنات او ولاد، شفتي ده ازاي؟ وهل ده بيساعد يعني وجود مهرجان باسوان وبالمحافظات اللي احنا كنا بنقول عليها دايما محافظات الصعيد والمرأة فيها مش واخده حقها، هل ده بيساعد أكتر في إن المرأة تزدهر في ظل هذه المهرجانات؟ هلأ لن يساعد فوراً، يعني السايكل رح يكون أطول، بس إنك أنت تدخلي على مدينة يعني عريقة مثل أسوان، يعني هي مهد للحضارة الفرعونية، وتبدي شوي شوي تعملي استعادة وتعملي هاي اللقاءات، ويصيروا هن متعودين إنه هاي مدينة فيها مهرجان وفيها نجوم وفيها ناس وفيها إندستري وفيها لقاءات، شوي شوي بيصير في بتصير كأنه جزء. صحيح. من ثقافتهم السنوية أو خلينا نقول الموسمية. خلينا نسأل على التجربة الخاصة بحضرتك وحضرتك كرئيس مهرجان كرامة بالأردن، نحكي شوية أكتر عن هذا المهرجان. مهرجان كرامة الأردن الحقيقة صار له 10 سنوات هلأ، هو مهرجان متوسط الحجم، بيعرض تقريبا 80 فيلم بالمركز الثقافي الملكي بالشراكة مع وزارة الثقافة، في بعض الداعمين الآخرين منها الاتحاد الأوروبي وغيرهم. نحن طبعا يعني منطمح أنه نقدر نوصل لأكبر جمهور ممكن. جمهورنا صار كبير كتير، في جمهور مقسم إلى أصدقاء كرامة، كرامة شباب، كرامة موسيقى، في فولنتيرز، أعداد كبيرة من الفولنتيرز، طبعا تلفزيونات منها كمان تلفزيون مونتي كارلو، ار اف سي الى اخره، كلهم بيتشاركوا معنا. صار مهرجان له وقع،
بما انه نحن بيكون في عنا باكج كامل من الافلام ومن السنه جايه تشارك بقى كمان من ضمن التلفزيونات المشاركه. لازم والله لازم تيجوا عنا، بدنا نعزمكم ضروري. نحن بنعمله بديسمبر الحقيقه، من 5 ل 10 ديسمبر لمده 6 ايام، بس هلا القريب هو كرامة بيروت. كرامة بيروت حضرتكم بتعملوه في كل بلد، يعني بتروحوا بكرامة زي ما حضرتك ذكرتي قبل كده. صحيح صحيح. نحن هنن هدول خلص صاروا هلا اندبندنت، هدول الفستيفلز الثانيين استقلوا عننا، بس نحن بنقدر يعني بنوصل لهم قدر الامكان اكبر عدد افلام، يعني بنكون دافعين السكرينينج رايتس تبعها. صحيح. اقتراحاتنا، بعض السبيكرز، يعني كانما باكج كامل. وهن طبعا بيضيفوا لانه مهرجانات بمدن مهمه طبعاً وعريقه طبعاً. يعني مهرجان مثلا مثل كرامه غزه، يعني مهرجان صعب جدا، تقريبا بنعمله اون سكايب، يعني ما بنقدر نوصل لغزه، بس طبعا بيروت نقدر نوصل. تونس بنقدر نوصل. حلو ان انتوا برضو يعني محافظين حتى ان انتوا تعملوه حتى لو عبر سكايب. يعني ده خطوه هي مهم جدا، لانه شوفي التمويل عم بيصير اقل والجهد عم بيصير اكبر. ونحن اصلا الفلسفه تبعنا، نحن مجموعه اسمنا معمل سينك فاكتوري، يعني وير ا سينك فاكتوري. يس، بتفكروا زي مصنع مع بعض. تفكير كده تماما. تماما. فمع بعض بنتبادل الادوار والافكار والباكجز والسبيكرز والاصدقاء، يعني نحن مجموعه من الاصدقاء بالوطن العربي نشتغل مع بعض. أستاذة سوسن، شايفة صناعة السينما في الوطن العربي ككل ممكن في يوم من الأيام تنافس العالمية؟ لا، نحن مفروض صناعة السينما بالوطن العربي هي سينما عربية، يعني بالآخر بتنافس العالمية بقديش هي عربية وقديش هي خاصة. صحيح. وبالآخر إذا نحن شفنا مبارح كان الأوسكار. يس. يعني كان في أكثر من فيلم عربي موجود ومشارك، صح ولا لا؟ صحيح. يعني كان في مثلا فيلم دوكيومنتري مهم جدا عن الآباء والأبناء لطلال بيركي. كان في فيلم كفر نحوم لنادين لبكي، يلي فاز بأحسن سبورتينج رول رامي. يعني مش مزح، يعني صار في منافسة، يعني بدأنا نقدر نقول نحن حتى في بداية الطريق. نحن هلا بنتامل انه نحن هن يجوا لعنا ونشوف اذا بنعطيهم جوائز ولا لا، يجربوا حظهم بمهرجاناتنا كمان. نورتينا وشرفتينا مخرجه سوسن، بجد يعني كنا مبسوطين بيكي، ودايما يا رب يبقى في السنوات القادمه ليكي معانا لقاء ويبقى اللقاء خاص اكتر، ودايما النجاح لمؤتمر او لمهرجان بقى كرامه الاردن. شرفتينا. شكرا، وتحيه كبيره لاهل اسوان، وتحيه لكم لتان، وتحيه لهذا المهرجان المتخصص بالمرأة، يعني مهرجان International Women Festival، نحن فخورين فيه. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصة على شاشة قناة تن الراعي الإعلامي للمهرجان، استنونا.